محمد شريف واحد من العناصر الحياة اللي ما شاء الله عليها، هداف الدوري دلوقتي، لكن ازاي وقع للاهلي وقصة ارتباطه بالنادي الاهلي نسمعها منه. كان في مفاوضات مع وكيلي، قال لي نادي الزمالك ونادي الزمالك جاي لك وكده، انا قلت له طب النادي الاهلي مفيش حاجه. قال لي بصراحه، انت عينك كانت على الاهلي من الاول؟ قال لي بصراحه النادي الاهلي ما اتكلمش عليك وكده. وقال لي الناس في نادي الزمالك هتكلم مستر ماجد في وادي دجله. ماجد ما اعرفش ايه اللي حصل، انا مضيت خلاص في مضيت في الزمالك، ما اعرفش ايه اللي حصل، الدنيا وقفت شويه. فكان في عنتر، محمد عنتر، فكان برضو الاهلي والزمالك كانوا عايزينه. فالزمالك قال لي طب بص يا شريف انت معانا كل حاجه، بس هنخلص بس الصفقه دي الاول لان الاهلي داخل فيها، وبعد كده ايه نرجع للصفقه. بالظبط. وانا لحد يوم 30 يناير انا ماضي في نادي الزمالك، بس ما فيش حد كلمني رسمي ولا، وفي النادي عندنا في وادي دجله ما فيش حد قال لي حاجه. فجي يوم 30 بالليل لقيت وكيلي بيكلمني، فقال لي بقول لك ايه، احنا خلاص احنا خلصنا في الاهلي. قلت له ايه؟ قلت له طب وموضوع الزمالك الامضه اللي انا مضيتها دي مش غلط؟ قال لي لا ما تقلقش هنخلص كل حاجه. فروحنا النادي الاهلي، كانت الفجر يوم 30 الفجر، خلصنا كل حاجه ومضيت في النادي تمام، وخدت الشيكات من النادي بالنادي يوم 31 من النادي الاهلي، وديتها لوادي دجله وخدت الاستغناء بتاعتي من دجله، طلعت بقى على النادي الاهلي. طيب اللي ما يعرفوش حد حتى شريف نفسه انه شريف صفقه خلصت في الفاصل، في الفاصل في احدى حلقات ملك وكتابه، الزمالك عمل بنط وخطف عنتر والدنيا اتقلبت، والمهندس عدلي وقتها واحنا في الحلقه نطلع فاصل يفضل مشغول بالتليفون وقلبي يوطي صوته وهو مش فاهم انه السبيكر او الايربيز ممكن يكون المخرج سامعه على ومتابع كل اجراءات التفاوض، لكن وقتها قال لي في حاجه مهمه خلصناها، كانت صفقه شريف خلصت في الفاصل. ما هو يوميها كان فاضل يوم واحنا مشينا في موضوع عنتر واتفقنا على عنتر، عشان نفكر الناس، كان لاعب في الاسيوطي، في فريق الاسيوطي قبل ما يباع الى بيراميدز، والاهلي داخل فيه والزمالك داخل فيه وضمه الزمالك. قابلت الكابتن نادي خشبه هو كان مدير الكوره والحاج محمود الاسيوطي وابنه واتفقنا على 10 مليون جنيه. هادي كان مدير الكوره في الاسيوطي واتفقنا على 10 مليون جنيه، وقلت لهم طيب، كان الكلام يعني بالليل، الصبح قلت لهم هنعمل لجنه كوره عشان اطلع لكم الشيك واعتمد الكلام ده وتجيبوا لنا الاستغناء. اجتمعت لجنه الكوره، وانا في لجنه الكوره لقيت تليفون من الكابتن هادي، كابتن عدلي معلش حصل كذا 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 كذا، ويا ريت نزود العرض شويه. لانه الزمالك دخل وزود. دخل وقدم 13. 13 وانت كنت مقدم كام؟ 10. قلت له ايه يا كابتن هادي اللي خلى الزمالك قدم ال 13؟ احنا مخلصين وقاعدين مع بعض. ايه اللي عمل الكونتاكت؟ فضحك. وبعدين في الاخر رجع قال لي ايه؟ لو دفعته 15 نقفل الموضوع ده. فانا كنت قاعد في اللجنه، فايه عادلي؟ ابتدى الكابتن الخطيب يتضايق وابتدى الناس يتضايقوا. قلت لهم انا رايي لا 13 ولا 15، الكلام ده انا مش مرتاح له. قال لي واحنا، قلت له يا كابتن انا هنخش في الديليما دي، وكلمت الوكيل بتاعه قلت له ما كانش صح. قال لي والله 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 ما في ايدنا حاجه. احنا كنا ملتزمين، لكن طبعا لما يجي للناس فلوس اكتر، وابن الحاج محمود الاسيوطي زملكاوي، هو راح هم اكتر ناس، الحاج محمود الاسيوطي اكتر حد استفاد من الموضوع. باع كام لاعب وباع النادي كله، وابنه الراجل زملكاوي قال له استنانيش بقى شويه انا هجيب لك فلوس اكتر. فاحنا متضايقين وبتاع، فقال لي طب انا هعوضك. ده مين الوكيل؟ ما هو كان مقدم لنا شريف، قال لي عندك ساعتين او ثلاثه، كنا بقى دخلنا في العصر. ده الوكيل هو نفس وكيل عنتر وشريف. قال لي اسال، وان ما كانش شريف احسن بس عنتر متصيط اكتر. وانا يعني الوقت ده كان الكابتن علي مرمى ما بيلعبش عنتر كتير حتى،
ما اعرفش كان في مشكله بيقرص ودنه بيعمل حاجه. وبدانا نجمع وانا والكابتن عبد العزيز نتحرى عن محمد شريف. الساعه 6 كابتن عبد العزيز عبد الشافي كان هو المدير الرياضي او حاجه زي كده. فانا كلمت الكابتن الخطيب وبتاع، قلت له في ترشيح تاني قد يكون افضل واقوى، اتحروا معايا عن المعلومات دي. بدانا نجمع، قالوا ده لعيب سريع جدا، مهاري جدا، هادي جدا، ملتزم جدا. وخلي بالك احنا كان الفكره ان نخلصه في ساعتها، ليه وهم مشغولين في انهاء الاجراءات والصفعه بقى مش الصفقه. ايوه، فاحنا اتعمل عليها فيلم عنتر. فاحنا قلنا ايه قبل ما يتنبهوا. ما كنتش عارف بقى ان هم ايه يعني متكلمين فيه في الاول وماضيين او حاجه. وبدات اتحاور مع الاستاذ ماجد، وكان الكلام كله على بعض التفاصيل اللي لازم يعني نحطها، لان احنا عرضنا وصلنا لـ8. وصلنا لـ8، فقال لا انا عايز مش عارف ايه وعنتر كذا وتا. قلت له خليها بونص، لو خد لو لعب درجه اولى كذا ماتش تاخد كذا، لو لعب دولي تاخد كذا، لو بقى هداف مش عارف ايه تاخد كذا. ومشينا في هذا البتاع، وكنت بستنى منه الرد وانا مع حضرتك عشان انت هتستعملني يا هرم. يا سيدي ما عندناش وقت، خلصنا مش عارف ايه الكلام. المهم خلص بعد الحلقه. فاتكلمت طبعا مع وكيل اللاعب وقلت له بلغه بقى ان كل حاجه خلصت الحمد لله، وخلص ووفرنا فلوس كل حاجه. جالك الاشعار واحنا شغالين على التليفون. اوكي في اخر الحلقه. يعني انا خرجت من عندك بلغت بقى يلا خلصوا الاجراءات، وكانت المفارقه الكبيره الحقيقه خلص في عدد معين، مفيش 10 12 ساعه. هي دي يعني المفارقه. وهو ده النصيب. شوفوا الشريف يمضيه الزمالك فينتقل للاهلي في ساعه او في الفاصل، وعنتر يقترب منه الاهلي كتير ثم ينتقل الى الزمالك وتثار والقصه كلها ويتعمل فيلم عنتر. وفي النهايه دلوقتي اعتقد الناس عرفت لما الاثنين، يمكن عنتر ما وفقش في انه يقدم حاجه في الزمالك وتم الاستغناء عنه وانتقل لاكثر من نادي، ربنا وفقه. ودلوقتي اظن في المصري. بس هكذا مسار شريف، وهكذا المسار الشريف.